you
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم إن الله طيب الأفواه بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سألت عيني لما الدمع ينهمل وأن قلبي بنار الحزن يشتعل وقد لبست سوادا رحت أسأله ماذا وفي مهجة الآلام والعلل أجابني الحزن هل اليوم منخسفا هلال عاشور آل الله قد قتلوا حسين ضمن في كربلاء معه خير الرجال وفيهم يضرب المثل اليوم طه رسول الله يندبه
خذ لاح الهلال لها تذكرت إخوة كانوا لها رحلوا جاءت لدار حسين وهي قائلة يا دار من إخوتي هل يقطع والأكبر علي راح من الدين وجسام وليوث العرين ظلوا على الغبرة قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا الحسن المجتبى لأخيه الإمام الحسين عليهما السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يوم الإمام الحسين عليه السلام هو يوم مميز، هو يوم يختلف عن سائر الأيام. يوم الإمام الحسين هو يوم الله، ويرتبط بالله ارتباطا كاملا تاما. ولما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن يأمر نبيه موسى سلام الله عليه بأمرين، بقضيتين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، هذا أولا، وثانيا وذكرهم بأيام الله. يعني مهمة التي ألقيت على موسى عليه السلام إخراج الناس من الظلمات إلى النور، قضية ثانية أن يذكرهم بأيام الله. قد يسأل سائل: هل خصوصية هناك لأيام الله؟ كل الأيام لله، كل الدنيا لله، كل شيء لله، لكن هنالك بعض الوقائع، بعض الأماكن، بعض الأيام إلها خصوصية، فصارت تنسب بالخصوص إلى رب العالمين. مثلا كل البيوت لله، كل الأماكن لله، ولكن الله تعالى يقول: وطهر بيتي، يعني الكعبة. يعني الكعبة إلها مقام، إلها شأن خاص، عناية خاصة. كذلك الأيام كلها لله تعالى، لكن هنالك بعض الأيام لابد أن تبقى بالذاكرة، لابد أن نستذكرها وأن لا تنسى. مثلا هذه الأيام يوم أنجى الله تعالى فيه إبراهيم الخليل من النار، يوم عظيم. الإنسان لما يتأمل في هذا اليوم يعرف قدر
عن السماء، بحيث إذا طائر يطير يتعدى يهوي محترقا بشدة حرارة تلك النار. ألقوا إبراهيم فيها، وإذا بالنداء الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وإذا بإبراهيم في وسط النار وكأنما هو في روضة من الجنان. هذا اليوم لابد أن لا ينسى، لأننا نعرف عظمة إبراهيم، نعرف قدرة الله جل وعلا. وهكذا في تاريخنا الإسلامي، يوم البعثة النبوية، بعثة النبي صلى الله عليه وآله، يوم عظيم، يوم خالد، يوم لابد أن نستذكره دائما وأن لا ينسى. وهو يوم من أيام الله الخاصة العظيمة. كذلك يوم انتصار المسلمين بمعركة بدر، يوم مولد أمير المؤمنين، يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم اللي رب العالمين يقسم به: لا أقسم بيوم القيامة. هذا اليوم الذي رب العالمين خصه بعناية خاصة وبذكر خاص في القرآن الكريم، وكلنا ننتظر ذلك اليوم ونتهيأ لذلك اليوم. فهو من أيام الله التي لا تنسى. نجي إلى إمامنا الحسين عليه السلام. المعصومون لهم أيام، أيام خاصة. نبي رحله الفداء في حياته العظيمة، أيام خاصة. إمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، زهراء، فاطمة سلام الله عليهم جميعا، هنالك أيام فرح وأيام حزن. أيام الفرح ذكرى ولادات المعصومين، ذكرى انتصارهم. وهنالك أيام حزن وأيام لوعة وأيام مصيبة. والمصائب ما أكثرها في الدنيا، والمصائب عديدة متنوعة مختلفة. ولكن مصيبة الإمام الحسين، يوم الإمام الحسين، كما يقول الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه: ألا يوم يشابه هذا اليوم. ويوم الإمام الحسين هو يوم الله عز وجل. لماذا يوم الإمام الحسين لا يشبهه يوم أبدا على الإطلاق؟ يعني مهما بلغت المصائب، مهما بلغت المصائب من الألم واللوعة والحزن، لما نقرأ التاريخ نلاحظ مصائب كثيرة، لكن لا يوم كيوم أبي عبد الله. لماذا؟ ما هو السبب؟ شوي ألاحظ، التفت لي إلى هذه النقطة. أولاً عظمة صاحب ذلك اليوم، شخصية صاحب ذلك اليوم. من هو صاحب ذلك اليوم؟ الإمام الحسين. من هو الإمام الحسين؟ أولاً نجي للقرآن الكريم، آيات عديدة الإمام الحسين مصداق من مصادقها. مثلاً آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت النبي تحت الكساء صلى الله عليه وآله، أمير المؤمنين معه، زهراء، فاطمة، الإمام الحسن والإمام الحسين. فالإمام الحسين واحد من هؤلاء الأطهار الذين شملتهم هذه الآية العظيمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وبعد مو يطهركم فقط، وإنما مع التأكيد، يعني غاية بالطهارة، قمة بالطهارة، ويطهركم تطهيرا.
أعلى درجات الطهارة. الأنبياء الأولياء هؤلاء طاهرون مطهرون، لكن لما نجي إلى الإمام الحسين مع جده وأبيه وأمه وأخيه في أعلى درجات الطهارة. هذا واحد، هذه آية واحدة. وإذا أريد أن أتحدث عن هذه الآية يطول المقام، تجي إلى آيات أخرى. المباهلة، يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله للمباهلة ويأخذ معه كما نص القرآن الكريم: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أبناءنا يعني الإمام الحسن والحسين، كما المصادر العديدة تقول: خرج النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين معه، زهراء فاطمة، إمام الحسن وهو صغير والإمام الحسين وهو صغير. قالوا له: يا رسول الله، لم لا تأخذ معك غير هؤلاء أو مع هؤلاء؟ وأكو عندك من الصحابة؟ قال: لو هناك أفضل. ما مضمون كلام النبي رحله الفداء، لو أن الله علم أن هناك أفضل من هؤلاء لأمرني بأن أخذهم معي. هؤلاء أفضل الخلق، هؤلاء أعز الخلق على الله تبارك وتعالى، هؤلاء أصحاب الوجوه النورانية، بحيث لما رأت الجهة المقابلة النصارى لما نظروا إلى هذه الوجوه العظيمة قال كبيرهم: لا نباهي هؤلاء أبدا، أرى وجوها لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله. وفعلا ما باهلوهم. إمام الحسين واحد من هؤلاء. شنو هالعظمة لإمامنا أبي عبد الله؟ الإمام الحسين آية المودة، أيضا هو مصداق من مصادقها. سورة الدهر، الإمام الحسين واحد ممن نزلت فيهم هذه السورة الكريمة، وآيات أخرى عديدة الإمام الحسين. هذا بالنسبة إلى القرآن. ولما تأتي إلى الأحاديث الشريفة، ماذا قال النبي في الإمام الحسين؟ ماذا قال أمير المؤمنين في الإمام الحسين؟ ماذا قالت الزهراء؟ ماذا قال الإمام الحسن؟ نبي روحي له الفدا يحمل الحسن والحسين ويقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الجنة كلها شباب، النبي أيضا شاب، لكن يريد يعطي ميزة للإمام الحسين، ميزة للإمام الحسن. يريد يعني يشخص هذه الصورة العظيمة أمامنا، أمام الدنيا للإمام الحسين. فهذا أولا يوم الإمام الحسين، لأن شخصية الإمام هي شخصية متميزة عظيمة. اثنين، ثانيا الحدث الذي وقع في كربلاء، نهضة أبي عبد الله الحسين، نهضة عجيبة، نهضة لا مثيل لها أبدا على طول التاريخ. كيف إمام الحسين أولا نهض لا من أجل دنيا أبدا، ما من مطامع دنيوية وشخصية وتتعلق بذات الإمام، نفس الإمام أبدا ما موجود. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت، هذا الهدف، لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
هدف مولانا الكريم ما عند الإمام هدف يعني دنيوي، هدف شخصي أبدا، من أجل الله. ولذلك انخاطب في الزيارة المعروفة، زيارة الإمام الصادق يزور الإمام الحسين: السلام عليك يا ثار الله. يا لها من عبارة، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ثار الله من أجل الله، من أجل الحق، من أجل المبادئ، من أجل الدين. إمام الحسين عليه السلام قدم كل ما يملك، كل ما يملك الإمام الحسين قدمه، روح العظيمة، نفس العزيزة، أولاده، إخوانه، أنصاره، تحمل كل الألم واللوعة، كل الآلام والأحزان، من أجل أي شيء؟ من أجل الله. ولذلك ارتبط يومه بالله عز وجل. إمام يتقلب على أرض كربلاء لم يقل آه من السهم، آه من الحجارة، آه من العطش، لا والله، وإنما يقول رضا بقضائك يا رب لا معبود سواك. شنو العظمة، شنو العظمة. ولذلك يوم الإمام الحسين عليه السلام يغلي في قلوب الموالين. يوم الإمام الحسين صار يوم بيعة وعهد، يعني بايعنا وعاهدنا، عاهدنا أهل البيت أن نسير على هذه الخطى، أن لا نترك التفاعل مع قضية أبي عبد الله كما أمرنا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله. يوم الإمام الحسين عليه السلام مواجهة المنكر، مواجهة الانحراف. يوم الإمام الحسين يوم الثبات، يوم المواقف. أنا في قضية كربلاء أقرأ تاريخ هؤلاء الأبطال، أستمد منهم القوة والعزم، أستمد من عندهم الثبات، ثبات على المبادئ، على الدين. والله إن قطعتم يميني إني أحامي عن أي شيء، إني أحامي أبدا عن دين. يعني كل واحد لما يسمع هذه المواقف، يقرأ هذه المواقف، تتجسد أمام صور عظيمة تربط بالدين، تربط بالمبادئ، تربط بفكر أهل البيت، بمدرسة أهل البيت عليهم السلام. يجي واحد إلى الإمام جعفر الصادق عليه السلام يسأله، يقول له يا ابن رسول الله، لاحظ الحديث، النبي مصيبة عظيمة، أمير المؤمنين مصيبة عظيمة، زهراء فاطمة مصيبتها عظيمة، الإمام الحسن مصيبته عظيمة وقد جرعوه السم، إذا لماذا لا يوم كيومك يا أبا عبد الله؟ ليش مصيبة الحسين متميزة؟ الإمام الصادق أجابه والدموع في عينيه كما الآن الدموع في عيوننا. قال: مصيبة الحسين هي المصيبة العظمى والرذية الكبرى، لأن النبي روحي له الفدا لما رحل بقي أمير المؤمنين والزهراء والحسنان سلوى وعزاء للناس للمؤمنين، ولما رحلت فاطمة بقي أمير المؤمنين والحسنان سلوى وعزاء، ولما رحل أمير المؤمنين الحسن والحسين سلوى وعزاء، ولما رحل الإمام العزم الحسين سلوى يذكر بأصحاب الكساء. أما لما قضى الإمام الحسين، يعني مات رسول الله، يعني مات أمير المؤمنين فاطمة الحسن،
بعد ما كسلوى يذكرهم بأصحاب الكساء، فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. ولذا زينب وقفت في كربلاء ونادت: اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات أبي أمير المؤمنين، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أخي الحسن، أين المنادي وحسين؟ ويلي جد مات، ما حد وقف دونا، ولا نغار غمض له عيونا، مرمي الشمس من خطف لون، هي ولا واحد بحلق ما يقطر. الإمام الرضا عليه السلام يقول: إن يوم الحسين أطرح جفوننا وأسبل دموعنا. يوم الحسين الدموع جارية. الإمام زين العابدين ما قدم له طعام أو شراب إلا ومزجه بدموع عينيه. أبو حمزة الثمالي قل له: يا ابن رسول الله، القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، شوية أرأف بحالك. قال: يا أبا حمزة، القتل لنا عادة، ولكن لرب الأجساد، هل رب الأجساد بالخيول لنا عاد، هل قطع الرؤوس لنا عاد بعد؟ يا أبا حمد، هل سبي النساء لنا عاد؟ ما وقع بصري على علوي إلا ذكرت ما جرى عليهم. وزينب العقيل ماذا جرى عليها؟ الله المعزات فاطمة، أبيات الدعاء: والله يا أمي الحسن لو عينيك تشوف شلون أخوي حسين ناهبته يما، هذا جسم مقطع بوادي الطفو، وفوق صدره داست الخيال، وين اللي يساعدني بدمعته على ابن اللي بحزه، على ابني على ابن الذي حز ورقبته، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إلهي بمحمد وآل محمد. والليلة الجمعة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، اللهم اشف مرضانا مرضى المستمعين الكرام، اللهم اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات.